اهلا وسهلا في مشاهدينا مشاهدي موقع بورتال الكرمل. نحن اليوم متواجدين في كنيون الاثاث والكهرباء مثقال حلبي. اليوم طبعا من خلال حمله الحملات 5-5، الحمله بتقول هيك: كل زائر لكنيون الاثاث والكهرباء مثقال حلبي بحق له انه يشترك في المسابقه، يكتب اسمه ويحطها في هذا الصندوق، ومن خلال هاي المسابقة بيشترك في جوائز قيمة جدا جدا اللي بقدمها كنيون الأثاث والكهرباء مثقال حلبي للفائزين، وطبعا من غير التزام في الشراء. كل زائر بحق له الاشتراك في هاي الحملة. الحملة بتقول هيك: أربع معرخات كل نوع بتيت، وأيضا تلفزيون LCD. الحملة راح تبلش من اليوم يوم الأربعاء 22/2 حتى يوم السبت 25/2. إذن اليوم الأربعاء راح بيتم السحب على معرخة كل نوع بتيت. بحب أقول لكم أنه يوم الجمعة راح بيكون في كمان سحب، أما على شتي معرخات كل نوع بتيت، ويوم السبت راح بيتم السحب على معرخة كل نوع بتيت وعلى تلفزيون LCD. نحن متواجدين مع الأخ بوعنان مثقال حلبي. احكي لنا شوي على الحملة، كيف انتم بتنظروا للأزواج الشابة، وهي الحملة خاصة للأزواج الشابة، كيف انت بتشوف الحملة؟ الحملة نحن عملناها مفاجأة خلال يومين، قمنا في هاي الحملة اللي بنعزم كل الأزواج الشابة بدون أي تحيفوت، اللي بفوتوا فيها قرلاء اللي هي بتبدأ لثلاث لأربعة أيام، كل يوم جائزة، ومن الجمعة الجاي بتبدأ جوائز قيمة، منها غرف نوم، منها طاولات أكل، منها عدد كبير من الجوائز، هي كرسات تلفزيا، منها ميزنو فيترينا بشلحان، منها خزائن، منها كمية كبيرة من الجوائز اللي بتيجي كل يوم جمعة هقرلاء. كل أزواج شابة بيجوا لهون على المحل عنا، هن بفوتوا في الهقرلاء بدون أي تحيفوت، أو اشتروا أو مشتروش، هن نخنسين في الهقرلاء. طبعا الأزواج المتجوزة كمان تقدر توصل لهون وتقدر تشترك، زي ما هسه شفنا اشتركوا بعض الإخوان اللي فاتوا. أهلا وسهلا في كل واحد. نحن عملنا السنة أشياء كثير منيحة في المحل تبعنا، جددنا أغلب المحل، عملنا تعرض خامي يخدت اللي مش موجودة في كل دولة إسرائيل، بفوت عن فايت على بيت اللي هو مؤثث بأنواع جديدة كلها موديلات السنة 2012 في أسعار خيالية. كل البيت بيشتري 15,900، وكل الكهرباء البيت بحوالي 7,900، وأشياء اللي بيقدر العريس ينقي عدة موديلات ويوصل ل 15,900. مع هاي الأسعار ومع هاي الحملات الرائعة اللي عودنا مثقال حلبي وكنيون الأثاث والكهرباء مثقال حلبي عليها، راح ننتقل للسحب. هسه راح نسحب طبعا بشكل عشوائي من الصندوق. طبعا انتم شايفين في شفافية تامة، نحن مش عم ننظر لهوية المتسابق، وراح نسحب هاي الورقة. ممكن تقرأ لنا يا أبو عنان؟ فوز معدي من قرية عسفيا. فوز معدي من قرية عسفيا ربحت. فوز معدي من قرية عسفيا، مبروك، ألف مبروك. طبعا فوز معدي من قرية عسفيا ربحت معنا معرفة كل نوع بتيت لأول مسابقة، أول سحب في هاي المسابقة. زي ما قلنا لكم يوم الجمعة في سحب على شتي معرخات كل نوع بتيت، ويوم السبت في عنا معرخة كل نوع بتيت و LCD. سارعوا لكنيون الأثاث والكهرباء مثقال حلبي، حطوا اسمكم في هذا الصندوق وممكن تكونوا من الرابحين السعداء. إذا فوز معدي ممكن طبعا اتصلي في كنيون الأثاث مثقال حلبي عشان تستلمي الجائزة. ألف مبروك. وصلنا لفوز معدي. تلفون فوز معدي. ايه مرحبا، بيحكي معك حنان حلبي من موقع بورتال كرميل. نحن موجودين لسه في كنيون الأثاث مثقال حلبي. عملنا السحب وربحت معنا فوز معدي من قرية عسفيا معرخة كل نوع بتيت. إذا ممكن تتصلوا في كنيون الأثاث مثقال حلبي وعشان تيجوا تاخذوا جائزة يوم الجمعة.